قريه قدام قريه او حاجه عاملين مطب، انا حاسه ان هو جبل مش مطب، يكسر العربيه، يكسر العربيه، ومع ذلك العربيات بتمشي بسرعه وبتشيل اي حد، بتشيل ما فيش فايده برضه. لا وحاجه تانية بقول لك، يعني يعني الايه الكريمه تقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. نشوف مثلا لو في رادار، يعني في رادار بيعملوا اشارات لبعض اسمها بيقلبوا نور، ايوه اللي هو خد بالك، يعني يعني الناس بتجامل بعضها، تحس في تضامن وجدان. لا ولو انت ماشي، لو انت ماشي مخالف تلاقي اللي جاي قدامك خد بالك في ضابط قدام ارجع، وما يكونش يعرفه بس اللي هو احنا تعرفنا على يخدموا بعض يعني. بس يعني انا بقول ايه، ان ده كان ممكن انا يعني املي، انا دايما بتفائل يعني، بحب اتفائل. هقول لك على حاجه، احساس بالقهر مثلا من حكومات وانظمه سابقه، فجايز لو حسوا بعد كده ان الدنيا امان وان فعلا الغلط بي بي بيتعاقب سواء كان كبير او صغير، فالناس تبطل تعمل ده، ممكن ولا برضو احنا مفيش فايده فيه. ما هقول لك يعني الجهات اللي هي الحكوميه المسؤوله عننا والرقابه والحاجات دي تنفذ القوانين صح زي ما هي على الجميع، ما تتسهلش في حد وما تميزش حد على حد، واحنا من نفسنا مش عارف انا ابن مين كده يعني. ايوه دي بتحصل كتير يعني، انت مثلا بتشرب مخدرات مع صاحبك في العربيه، جيت لقيت ظابط انا بقول لك انت مشكلتك ليه يعني، اضربي الامثله على اللي قاعد في الكرسي ده، انت بتشرب مخدرات ليه يعني؟ انا ده يعني هو اللي قاعد هنا ده مش لو بيشرب مخدرات شاور مش شمال اللي قاعد هنا ده ايوه لا على شمالك بلاش انت يعني. بلاش يجي الظابط يقول له انت بتعمل ايه، انت مش عارف انا ابن مين ولا ايه، انت ازاي تكلمني كده، ويقوم تكتك على التليفون، ايوه يا بابا فلان الفلاني عمل لي كذا، يتصل بالرئيس بتاعه، سيبه ده ابن فلان، سيبه. طب ليه؟ ولو واحد فقير تاني لا تعالى انت ما مالكش ظهر، اللي ما يعرف اللي ملوش ظهر بيتدرب على بطنه. ده احنا مش لا بيتري في اي حته، كان بيتري بيتري في اي حته يعني. انا بقول لك الامل عندي والتفاؤل ايه، ان لما الصور دي والمظاهر دي تختفي يبقى خلاص كلنا كاسنان المشط تحت عداله القانون، او تحت يبقى امره القانون، اللي يمشي صح بيبقى صح واللي بيمشي غلط. وليه طب وليه طب ما احنا نبدا من نفسنا ان احنا برضو نصلح مع برضو القانون يتنفذ بس يبقى في ايه يعني من جوه ومن بره زي ما بيقولوا، نلحق الموضوع اكتر، نلحق يعني. انا المفروض ان احنا نحس ان احنا بنغرق يعني في الوقت الحالي اللي احنا فيه ده، احنا بنغرق، ما احناش عارفين راسنا من رجلينا، ما احناش عارفين مين اللي هيبقى رئيسنا، ما احناش عارفين مين. انا عاجبني جدا مفرداتك من اول حلقه، يا اما قتلتني يا اما حد بيشرب مخدرات يا اما احنا بنغرق. ايوه حاسس ان احنا داخلين في مغاره يا ربنا يستر ونطلع منها. شايفه ان الناس كلها تحس انها بلاش بنغرق، ان احنا كلنا امام تحدي لازم نكون قده. ايوه بلطفها لك شويه، تحدي كلنا نبقى قده عشان نقدر نعبر المرحله اللي احنا فيها. الاب والام ممكن يكون دورهم ايه في حاجه زي كده، المدرسين في المدرسه ممكن يكون دورهم ايه، الناس في النوادي ممكن يكون دورهم ايه، ائمه المساجد وفي الكنائس رجال الدين في الكنائس ممكن يكون دور، يعني الناس دي كلها المفروض تعمل ايه؟ ما كل دول عناصر في منظومه واحده المفروض يشتغلوا مع بعض. ايوه صح، المفروض كلهم يكملوا بعض. هقول لك يعني الاب والام ممكن هو ما يكونش عنده وعي فبالتالي مش هيفيد ابنه. يعني احنا لازم ان احنا نبدا بوعي، نبدا بوعي من سن كذا لسن كذا اللي هي سن الاباء والامهات، وبعدين نبدا بسن تاني اللي هو الشباب، نبدا بالاطفال يعني ناخدها حتى مراحل سنيه. يعني كل سن نديله وعيه، الوعي المناسب ليه اللي يقدر يفيد بيه غيره. مثلا المدرسه برده في المدرسه ممكن يكون الوعي بتاعها برضه مش اللي هو المنشود زي ما بيقول. يعني انت شايفه ان احنا لازم في حاجات متخصصه، منظمات متخصصه، السنين اللي فاتت دي كلها تكون مؤثره على المدرسين وعلى الاهالي وعلى الام وقاده الراي اللي هي برضه زي رجال الدين في المساجد والكنايس. ما انت هيخلوك ان انت تمشي تبع للتيار اللي هم بيعتقدوا فيه، مش شرط ان يكون هو الصح. يعني امام مسجد بيعتقد مثلا يقول لك ايه، انا حزب كذا هو اللي عاجبني، هيخلي كل اللي عنده في يا في المسجد يا في الكنيسه يمشوا تبع التيار ده حتى لو هو مش صح. فبرضه بقول لك يعني عايزين حاجه محايده. يعني انت كنت هتضربي، انا اعتقد ان انت اتضربتي فعلا، ان انت محموقه. ايوه يعني في الضيقه قوي من الموضوع يعني تحديدا من ناس معينين. فبقول لك يعني المفروض يبقى في حاجه محايده، في اتجاه محايد اللي هي المنظمات الحقوقيه دي، لازم يعني هي اكيد لها دور من زمان جدا ودور بارز،
بس لازم ان هو يترخص منها. بس المترخص منها المفروض ان هو يزيد اكتر في الوقت الحالي ده، احنا محتاجين ليه اكتر. المرخص منها واللي ما بيتلقاش اموال من تحت الترابيزه لا اللي بياخد من فوق الترابيزه ومعروف هو رايح فين وجاي منين ماشي، انما اللي من تحت الترابيزه ده كتير. هو بياخد من تحت الترابيزه وبينزل من تحت الترابيزه برضه بيدفع بيدفع تحت الترابيزه. طيب ايه الايجابيات؟ طيب شايفه في ايه في وسط السواد اللي انت دخلتيني فيه من اول الحلقه ده؟ يعني خليك متفائل. انا متفائل بحاول، ما يعني بحاول اصد اشعه الطاقه السلبيه اللي جايه من عندك بكل اسلحتي. ايه الحاجات الايجابيه طيب اللي انت شايفاها اليومين دول مع اعتراضك على يعني مجموعه سلبيات كده؟ ايه شايفه الجديد؟ انا شايفه ان في بعض الناس برضو واخدين نفس الفكره اللي انا بقول عليها، ابدا بنفسي. يعني انا كنت شايفه ناس معايا كانوا بيقطعوا. انا كنت فرحانه جدا ان انا شايفه بيقطعوا، بس بيقطعوا سقاط وورق وحاجات كده. لا بيقطعوا الورق وغير ما بيقولوا بره اللجنه في اوقات. هم رافضين فكره ان ده يحصل. هم عارفين ان قانونا غلط ان يبقى في دعايه. شايفين ده، يعني هم شايفين ان ده غلط. فبيصلحوه بيقطعوا بيساعدوني. يعني دي كنت مبسوطه جدا منها. شايفه ان يعني كنت راكبه تاكسي فلقيت الراجل بيقول ايه، لا ده الشارع هيبقى زحمه بدل ما ادخل في حته وامشي مخالف، لا ده ندخل بالطريق الطويل. ده جميل، دي عجبتني جدا. سواق تاكسي في نفس بالليل برضو يقول لي لا انا همشي هناك بقى ومخالف مخالف بس ما طولش. طب وليه انت ما تبقاش زي ده؟ يعني ليه برضو كنت بتتكلمي على حاجه ايجابيه دخلتي في حاجه سلبيه؟ ما فيش يعني فايدة. هي جت معايا مقارنه. مفيش فايده. لا بس انا عايزك تبقى متفائل. انا متفائل. ايه تاني شايفه يعني؟ طيب يعني بغض النظر على النسبه اللي انت بتقولي انها نزلت الانتخابات عشان موضوع المنظمات الحقوقيه برضو اللي لقيتها برضو دي حاجه كويسه. هي اي نعم ما كانتش قادره بس خطوه. يعني قلت لك انا مؤمنه ان هي هتيجي واحده واحده مش هتيجي مره واحده. طيب بقول لك بغض النظر عن النسبه اللي انت قلتي انها نزلت الانتخابات عشان موضوع